بشارة واحدة لبشرة مشدودة خالية من البقع، وكمان بتديني درجة تفتيح حلوة جدا وملمس ناعم. كل اللي احنا هنعمله هنجيب حبة واحدة من الخيار. الخيار غني بفيتامين جيم، بيساعد على حيوية الجلد وكمان بيفتح الجلد وبيديني بشرة ناعمة جدا. كمان في فيتامين سي وفيتامين ب، ودي فيتامينات مهمة جدا جدا لحيوية الجلد. هنجيب خيارة وهبدأ ابشرها بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب طبق يكون غويط شوية عشان هضيف فيه مصفى، وهبدأ اصفي القشر اللي انا بشرته ده عشان اخد العصير بتاع الخيار لوحده والقشر لوحده. هنضغط عليه بالمعلقة بالشكل ده عشان ايه، يعني انزل العصير كله اللي في قشر الخيار. القشر ده مش هنرميه، ده انا محتاجاه ومهم جدا في الوصفة دي، هنشيله كده على جنب لحد ما نخلص الوصفة. هبدأ اجيب معايا هنا نص فنجان من ماء الورد، هضيفه على مبشور الخيار اللي انا اخدت العصير بتاعه، وبعد كده هضيف معلقة نشا كبيرة. هقلب كويس جدا عشان ادوب النشا. هجيب طاسة او كسرونة ارفعه على النار، هقلب لحد ما القوام يبقى معايا زي ما هشوفي كده، قوام زي الكريم. قلبي كويس ووطي النار قوي عشان ما يبقاش في تكتل ويبقى معاك كريم بالشكل ده. بعد ما نزلته من على النار هجيب طبق تاني وهبدأ اضيفه فيه عشان الاضافات اللي انا هضيفها اعرف اضيفها عليه. شايفين القوام زي الكريم بالظبط، حاجة طبيعية بتعمليها في البيت، اوعدك انها هتخلي بشرتك تحفة. بعد كده هضيف معايا هنا العسل النحل. العسل النحل ده حلو جدا جدا للبشرة، بيخلي البشرة طرية وناعمة، وكمان مفيد جدا للجلد البشرة. هقلبه كويس جدا. ما تنسيش تقولي ان انت بتتابعيني من اي دولة، وكمان اكتبي لي كومنت حلو. الخطوة دي بقى دي الخطوة التانية اللي هعمل فيها جل بذور الكتان. هجيب معلقتين من بذور الكتان وهضيف عليهم كوباية مية كبيرة. هبدأ ارفعهم على النار، هقلبهم لحد ما يغلي والمية تبدأ تقل. كل ما يغلي هبص تلاقي المية تقل معاكي، بصوا بالشكل ده المية بتقل والقوام بيمسك وبيبقى جامد كده. انا نزلته بقى من على النار، بصوا بقى هبدأ افصل البذور ديت عن الجل اللي انا هطلعه. جيبي شاشة او ممكن اي قماشة عندك تكون يعني فتحاتها تكون رفيعة شوية، وهبدأ بقى بعد كده اعصره في المصفى. ممكن ما ينفعش معاكي قوي، يفضل قطعة شاشة او قطعة قماش قطن. هتضغطي عليه بالشكل ده زي ما انا ضغطت كده، وهيطلع معاكي الجل نضيف ما فيهوش اي بذور. تمام، دي الخطوه دي مهمه جدا لان دي بتزيل التجاعيد. هجيب بقى الخيار اللي انا كنت مجهزاه، كريم الخيار، هضيف عليه معلقتين من الجل ده. الجل ده شيليه في ازازه وحطيه في التلاجه. كل ما تعملي بقى يعني وصفه الخيار اعمليها طازه طازه، لكن الجل ممكن تعنيه في التلاجه عادي. وهقلب كويس جدا عشان القوام يبقى معايا، بصوا كريم اهو زي ما انتوا شايفين. وصفة دي تحفة يا بنات، اعمليها وهتشوفي. هتجيبي بقى علبة وتشيلي الكريم الجميل ده اللي انت عملتيه برخص التمن اهو زي ما انتوا شايفين، تحفة جدا جدا. ازاي بقى هنستخدمه؟ فاكرين لما قلنا هنشيل قشر الخيار؟ هبدأ دلوقتي اعمل سكراب اول حاجة للخيار. هعمل ايه بقى؟ ممكن نستعمل حاجتين، يا اما الرز اللي هو بيكون مطحون بس فيه حبيبات، يا اما السكر. انا هستخدمه معاكم النهارده بالرز لانه رز حلو جدا، بيديني درجة تفتيح كمان ممتازة للبشرة. هقلبه كويس جدا وهبدأ بقى اعمل السكراب ده، وده بيكون مرة واحدة بس في الاسبوع او كل 5 6 ايام كده. تمام، هفرك كده بقى البشرة، الرقبة، الايد. عايزة اقول لكم هو بيشيل الجلد الميت وبيخلي البشرة نظيفة جدا ما فيهاش اي بقع. بصوا بعد كده اروح اغسلها بقى وانضفها من اي حاجة، وهبدأ استخدم الكريم اللي انا عملته. هتجيب اي فرشة عندك، ويفضل تكون فرشة ناعمة زي ما انت شايفة كده. وهفرد بقى الماسك الجميل ده على بشرتي، اسيبه على البشرة ربع ساعة. الماسك ده تحفة جدا، استخدميه كل يوم الصبح او بالليل. ما تنسوش حبايب قلبي اعملوا لي كومنت حلو وقولوا لي بتتابعوني منين. باي باي.